بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم فريق ابتسم نرحب فيكم في الحلقة رقم 20 من برنامج همسات لثويني في جزءه الرابع، وعنوان حلقتنا لليوم المشاجرات. الله يعين من هالعنوان دكتور. عنوان سهل وبسيط، لا تصعبه يا فهد، لا تخلينا نبدي بالمشاجرة والله ثاني. إذا العنوان بسيط فالأسئلة اليوم مو بسيطة على العنوان، فمن تطالب منه. الساعة المباركة يا فهد، الساعة المباركة. بس أنا حاب أنوه اليوم أن اليوم النقل البث المباشر على تويتر وقف، الوسيلة اللي كنا نستخدمها، فعشان كذي يعني جمهورنا نبهوا بعض، والحاضر يبلغ الغايب أن اليوم النقل او البث المباشر فقط على الانستغرام، وراح نحاول نرفعه ان شاء الله على تويتر حق اللي متابعينا اللي على التويتر ان شاء الله. فهد، عشان الوقت عندنا اليوم اكثر من احصائيه، ايش رايك تبدا بالاولى؟ بسم الله، إحصائيتنا الأولى اليوم كانت: هل كنت تتشاجر في طفولتك مع أصحابك؟ طبعا شارك ويانا 850 شخص. ما شاء الله. الغريب دكتور بالإحصائية أن 53% فقط اللي قالوا نعم، و47 قالوا ما نتشاجر وبطفولتهم. احنا ما نبي نعيد الديباجه مالت كل مره، جمهورنا غير ومختلف ومختص، لكن في النهايه عندنا اكثر من 50% عندهم مشاجرات في الطفوله، والنص الثاني ما كان. هل ظروفهم التربويه، هل طبيعه شخصيتهم، هدوءهم؟ لكن انا رحت مع اللي لا، ما يعني انا اذكر في طفولتي كلها في يمكن مشاجره او ثنتين فقط يعني. واسالك نفس السؤال فهد، انت هل كنت من المتشاجرين في طفولتك؟ يعني إذا كانت ضرب وايد، لا ضرب لا، بس كلام فيه يمكن. جزاك الله خير، عطنا الثانية يا فهد. كم مرة تتشاجر مع أخوتك أو أخواتك أسبوعياً؟ 22 كانت في 4 خيارات، 22% قالوا من مرة إلى 3 مرات، 4% قالوا من 4 إلى 7 مرات، 6% قالوا أكثر من 7 مرات، 68% وهي النسبة العظمى يعني قالوا لا أفعل أسبوعيا. احنا عندنا 32% قالوا يعني في مشاجرات مع الاخوه والاخوات، و68% لا، وهذه البيوت المستقره. ترى والي حتى لو تكلمنا يعني عندنا 22% يقول لك مره بالاسبوع يعني. فكأن جمهورنا يعني يقول احنا لسنا من اهل المشاجرات، ولهذا ما راح اركز كثير اليوم في طرح الهمسه وايد في الموضوع، دام جمهورنا ما هم من المتشاجرين، لكن نخليها للناس اللي يتابعونا ما بعد البث ان شاء الله. عطني الاحصائيه الثالثه اللي تتكلم مو عن شرط هما الزوجين. دكتور، الأبناء، نشوف الأبناء شو يسوون. ان شاء يقول الله. 900 شارك ويانا في هذه الإحصائية دكتور، 930 تقريبا شخص. السؤال كان يقول: حسب رأيك أكبر وأقوى سبب يستوجب الشجار بين الزوجين هو؟ كانت في 4 خيارات: 5% اتجهوا إلى عدم الرد على الاتصال، نعم. 53% اتجهوا إلى عدم إظهار الاهتمام، 21% اتجهوا إلى عدم الالتزام بالوعود، و21% أيضا اتجهوا إلى أنها لا يوجد أسباب للشجار. الإجابة النموذجية في هذا السؤال أنه لا يوجد، ما في، لا يوجد شيء اسمه المفروض أنه ما في شجار بين الزوجين. ليش؟ إيش رأيك تدخل في الهمسة عشان نترجم المعنى؟ بسم الله دينا دكتور. لما نتكلم عن شجار فهد، وخاصة احنا اليوم نتكلم أكثر عن شجار الإخوة لأنهم أكثر ناس قاعدين، ومع كورونا بعد فاضيين حق بعض، لكن المشاجرات مقصود فيها تبادل الاتهامات المستوى الأول، تبادل الشتم والسب المستوى الثاني، تبادل الضرب المستوى الثالث. نعم. كل هذا يسمى مشاجرة، مشاجرة، مشاكسة، مضاربة، كل من ضرابة، كل من يسميها هوشة، كل من يسميها هناك. لكن المشاجرة بشكل عام هي إما أدنى مستوى تبادل الاتهامات، فصار في بيني وبينك مسافه، انت اللي فعلت، انت اللي فعلت، انت اللي كسرت، انت اللي كسرت، انت اللي ما سمعت، انت اللي ما فعلت، انت. هذه مشاجره خفيفه، هو رمي الاتهامات، تبادل الاتهامات. لكن المشاجره الفعليه اللي يحاسب عليها القانون تبادل السب، تبادل الضرب. واضحه هذه؟ والأولى ما يحاسب عليها التربية دكتور، لا، ما مسموحة يعني الأولى؟ لا لا، انا اتكلم القانون. لا فهد يا لا لا فهد تربويا حبيبي، يا غلط، كلها غلط. الاصل
الأصل التفاهم مو الأصل المشاجرة. ولهذا في السؤال الثالث اللي ما شاء الله عندنا 900 وعندنا شاركوا فيه 21% قالوا لا يوجد. هم طبعا الناس يعبرون عن الواقع، الواقع عدم إظهار الاهتمام كان هو أو عدم ومن الاحترام هو اللي سبب المشاجرات. لكن الأصل إنه ما يصير فيه مشاجرة، نختلف بالرأي، نختلف بالفكرة، نتحاور، نتناقش، يصير فيه حدة بس ما نتهم بعض، ما نشتم بعض، ما نضرب بعض. فما دون الاتهام لا يسمى مشاجرة حتى وإن علا فيها الصوت. وين أغراضي؟ ليش ما أعطيتني أغراضي؟ أنا قايل لك يبقى أغراضي زين يا معود، لا تأخر عليه مرة ثانية، مو مشاجرة هذه. يمكن ما في أسلوب مناسب، يمكن في زعل، يمكن في غضب، يمكن في خوف. لكن متى تكون مشاجرة؟ لما يصير فيه تبادل، شلون في الحرب لما تبادل قصف، تبادل ضرب، تبادل نار. نعم، يعني واحد ماسك مسدس قاعد يرمي على الهواء، نقول له والله انت قاعد تذبح، ما بلا بروحي انا بعيد بحالي، طبعا الا اذا في مكان في ناس ممكن ترجع رصاص على احد. فاذا ما المقصود بالمشاجره اللي مسوي ازعاج؟ وللاسف طبعا المشاجرات الان قاعد تكون عليها الناس السجن، وانا اتوقع ان احنا حاطينها من ضمن الحلقات الخاصه صح في البرنامج القادم في المشاجرات ولا مو موجوده؟ ما تذكر؟ لا لا، طيب عيل دام كذي خل احط لها معالجه اليوم علشان لا نذبح الموضوع. اذا كان يا ابني يا بنتي يا ولدي وصلح لنا عبد الرزاق، يعني عبد الرزاق القاضي يا ينبهنا ابو عبد الله وام عبد الله، اذا كان بينكم رمي تبادل اتهامات، هذا الرمي الاول، تبادل الشتم والسب ويدخل تحت الاستهزاء والوصف اللي ما له داعي، او الضرب، هذا هذه مشاجرات، وهذا طبعا غير مقبول بين الأخوة، غير مقبول بين الأصحاب، وغير مقبول بتاتا بين الأزواج، ولكنه نعم. يحدث. تدري فهد في ناس يطقون بعض في المحكمة عند القاضي، يطقون بعض، يضربون بعض، يشتمون بعض، يتهمون بعض. فالمشاجرة لحقتهم، وهذا الحقيقة يفسد البيت. وإحنا برنامجنا من أساسه إن إحنا عندنا إن نريد استقرار في الأسرة، نريد استقرار في الصحبة، نريد استقرار في حياتنا، في تعاملاتنا. فالمشاجرة هي من أبواب إفساد الاستقرار الأسري والصحبي بين الناس. طيب شو نسوي؟ في بعض الناس يقول لك أتسلى. لا، المشاجرة ليست تسلية. أعراض الناس ومشاعر الناس ليست محل للضحك والهزل. الناس لها كرامتها، لها عزتها، لها مكانتها. ففي ناس يتهاوشون، يطقون بعض، يضربون بعض، يشتمون بعض من باب الضحك. هذا ما يصير، ما يجوز، هذا يفسد العلاقات، يجعل في القلب شيء. أيضا بعض الناس يقول لك أنا أثبت وجودي، طقه أضربه حتى أثبت وجودي. هذا نعم، هذا إثبات وجود الضعفاء، هذا إثبات وجود الجبناء. هم اللي يضربون الناس، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى ميزه بعضلاته ولا ميزه بعقله؟ بعقله. عدل ميزة بعقله، اللي 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 يعض ويضرب ويخمش ويرفس ويسقط هو الحيوان، واللي يفكر كيف يكون علاقة، كيف يرث الأرض، كيف، هو الإنسان. إحنا دورنا إن نستخدم عقلنا، فاللي يعطل عقله ويستعمل ذراعه ورجوله هذا إنسان جبان. اللي يعتقد إن القوة إنه يضرب الناس، طيب ما أنت تضرب واحد، في واحد أقوى منك يضربك، ما نخلصنا. فبالتالي الجبان هو اللي يرهب الناس، الإرهاب والتخويف والترويع اللي نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحقيقة من صفات الجبناء، الضعاف، ضعاف النفوس. وما بيزيد كلام عشان لا يزعلون أهل المشاجرات. فلي يبي يثبت وجوده من خلال ضرب الناس، هذا إنسان جبان وضعيف لا عقل له. أما إن كان دفاع عن النفس فلا شروطه. لو أنا في أحد بيعتدي علي، لا دافع، دافع عن نفسك بما تحتاج، دافع عنك بما يصد الشر عنك وتقدر بقدرها. إنزين طيب. على هذه دكتور تسمح لي بسؤال؟ الآباء ساعات يقولون حق أبنائهم أخذ حقك بيدك، إذا واحد طقك طقه، وإذا يعني واحد اعتدى عليك رد للإساءة بنفسها، يعني لا. عشان تقدر تثبت نفسك وتكون رجل أنك تأخذ حقك بنفسك. يعني طبعا هذا كلام يعني جزء منه مقبول، جزء منه مرفوض. في فرق بين اللي طقك طقه بمعنى طيب ما ممكن واحد طاقني بس انا الغلطان، انا الغلطان،
طيب اللي يضربك اضربه. طيب مركز القوه وين؟ ممكن اربع خمس شباب، انا الحالي اروح اطق واحد باكر يذبحوني. اللي طقك طقه، طيب هو في قدر، انا لي حق، الله سبحانه وتعالى جعل لنا قصاص، انا لي حق. ممكن مثل المثل اللي يقول اذا جاك ابنك مفقوع عينه لا تحكم حتى ترى الثاني قد تكون عنده ثنتين مفقوعين. نعم فهو اللي معتدي، ولدك اللي معتدي، وعلى قولة نعم المثل ضربني وبكى سبأني واشتكى، على قولة اخواننا نعم المصريين. فاذا قانون اللي يضربك اضربه مو صحيح، لكن دافع عن نفسك بما يصد عنك الشر هو الصواب. فاذا انا اقدر اقول له ابتعد، تكفي خلاص اقول له ابتعد، ما راح يمزح معي. اذا كان اقدر ادفعه يكفي ادفع، اذا كان الصرخه تكفي اذا الصرخه، اذا كان الضربه تكفي اذا ضربه، بس مش ضربتين لان يعتبر هو المعتدي بعدين. فالانسان الاصل فيه يستخدم ذكاءه حتى يخلص ويخرج من مواطن المشاجرات، خاصه اللي في المدارس او في الحواري او في الاماكن هذه، وهي لها قاعده كامله من شلون الانسان يتعلم الدفاع عن النفس. فمحل الدفاع عن النفس مقبول، لكن التعدي تحت مبدا اللي طق طق هذا خطا غير سليم، لابد يكون يعني لازم تشرح له قاعده، متى يتكلم، متى يصرخ، متى يمد يده، متى يهرب. يوم وعلى ذكرت ظروفنا الدفاع عن النفس، نعم دكتور عندنا حلقة كاملة في البرنامج بس القادم عن خلاص الدفاع عن النفس. لا نزيد لا نزيد لا نزيد. طيب شو نسوي اذا صارت خلافات بين الاخوه والاخوات، بين الصحبه، بين شو نسوي؟ عندنا خمس خطوات سريعه راح اقولهم، سجلوهم عندكم. اهم خطوتين الاولى والاخيره، الاولى التهدئه والاخيره المسامحه. انتبهوا معي، اي شجار يحدث، احنا اذا نفسنا ضعيفه وبشر عندنا اخطاء تصير، اذا حدث الشجار رقم واحد اللي يبي يصلح الانسان الذي ياتي ليصلح ليطبق سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، اصلاح ذات البين او كما امر الله سبحانه وتعالى، اول شيء يحرص على الهدوء، يهدي، اهدوا اهدوا، اذكر الله اهدوا. فانا علشان لا استمر في الشجار يجب ان اهدأ، والطرف الثاني يهدأ، والمصلح يهدينا. اذا رقم واحد نهدأ، والهدف في النهايه الوصول للمسامحه بغض النظر عن من الغلطان. عندنا ثلاث خطوات في النص، اذا عندي واحد التهدئه، وخمسه رقم خمسه المسامحه. بالنص عندي افهم، اتاكد، اطرح حل. بعد ما هدوا نفهم شو اللي صاير. ليش نفهم؟ علشان نتاكد من الاسباب اللي وصلتنا حق هالحاله علشان نوصل حق حل. فالفهم عشان افهم منو اللي غلطان، فهد ليش غلط، محمد ايش فعل، فهد ايش فعل، ما الذي اوصلهما الى هذه الحاله. وبعدين اتاكد، يعني ما يكفي ان واحد يقول لي، لا لازم اتاكد من الطرف الثاني. اذا قدرت اقعدهم مع بعض وافهم الاثنين ممتاز، ما فما اخذ من طرف واحد. مثل واحده في البيت وهي ولدها يبكي وتروح تسفل بالثاني وهي للحين ما سمعت الطرف الثاني. اذا افهم وبعدين اتاكد ان اللي صار فعلا هو يستحق الشكوى، يستحق اخذ الحق، يستحق ايا كان. رقم اربعه هو طرح البديل الذكي، طرح الحلول. رقم خمسه احرص انهم ما يطلعون الا متسامحين. اذا اهدأ، افهم، اتاكد، اطرح الافكار او الحلول الذكيه البديله، وافضل تجي من نفس المتشاجرين، ثم المسامحه، لان هذا اللي الله سبحانه وتعالى يحبه يا فهد. جزاك الله خير دكتور، وننتقل لفقره الاسئله. يلا حياهم الله. وسؤالنا الاول اليوم من احدى الامهات تقول لك هل يجوز اجبار البنت على الحجاب؟ هو سؤالين مدمجين، وما حكم اللي تجبر بنتها على الحجاب بالاكراه؟ طبعا هذا السؤال انا تناقشت، يعني تناقشت عبر المراسله مع الدكتور الشيخ ياسر النشمي الله يجزيه خير، تناقشت الموضوع ايضا، لان هذا موضوع متكرر وانا دام في جانب فقهي، انا لست فقيه فاسال راي الفقهاء. فانا تناقشت في موضوع الحجاب يعني اكثر من مره معاه ومره مع غيره، دائما بين وقت ووقت انا احب اني اراجع الاحكام مع المشايخ لان الناس تسالني فاجيب. هذا السؤال مبتور، انا بتكلم من ناحيه تربويه وليس من ناحيه فقهيه. الان البنت علشان تغير لبسها وشكلها مو لازم كان من اربع خمس ست سنين هي باديه. فالبنت علشان تتحجب ما يصير فجاه اليوم من اربع خمس سنوات لا تكلمنا عن الحجاب، لا شافته لا لبسته ولا كان، بعدين فجاه الشكل حاضت البنت او رات الماء، يلا لبس حجاب اليوم ولازم صلاتك اليوم ويا جنه يا نار اليوم. هذا خطا، يتحمل ولي الامر. وان كان البنت اذا بلغت وجب عليها الحجاب
كما وجبت عليها الصلاة. ما في هذا أمر الله، ما مش أمرنا احنا. لكن هل السؤال يجوز إجبارها؟ يتكلمون عن هذا الإجبار. أنا أقول وينكم من 5 6 سنين ما صار الحجاب جزء من حياتها اليومية، علشان بروحها، البنت بروحها بحياها، البنت بروحها بذكائها، البنت بروحها بإيمانها، البنت بروحها بحبها لله سبحانه وتعالى، البنت بروحها بحبها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، البنت بروحها بحيائها الفطري، خلاص تحس كبرت بروحها تغطى، ما يحتاج أحد يقول لها. فإذا الإجبار ما أعرف شنو معناته. فإذا كان الأبوين قاموا بدورهم الكامل ووعوها وفهموها وصغيرة، ولما بلغت لبسة ماني لابسة، فماذا يجب على ولي الأمر هنا؟ يجب على الأمر، لازم هو ولي أمر، لازم يأمرها لبس الحجاب، بس مو يمسك ويغطيها. لا، هذا الإجبار غلط. فيقولها يا بنتي يا حبيبتي يا غالية، ما تخاف، ما تخافين علي، أنا أبوك، تبين الله يدخلني النار، تبين الله يحاسبني يوم طيب ليش ما تبين تلبسينه؟ ممكن نفهم ليش. خليني أقرأ لك، خليني أقول لك، نقعد مع بعض نتحاور نسولف نقنع نشجع نحفز، نحرم من الطلعة خلاص. يبا دام أنت لابسة الحجاب عشان نسوي نتعشى بما طالعين، ليش ما نطلع؟ يبا إن طلعتي برا وشافوك الناس بزينتك، أنت تأثمين تبين، وأنا ما أرضى عليك تطلعين بزينتك على الناس، أنا ما أرضى الناس تشوفك، تشوف شعرك وتشوف رقبتك ودينك، أنا أبوك أغار عليك. فإذا يأمرها ويبين لها، يحفزها، يشجعها، يحاسبها إلى أن تلتزم. طيب الجزء الثاني، ما أرادت، خلاص هنا برأ ذمة الأب والأم، ما عاد عليهم إثم، بس هي عارفة هي اللي تأثم. طيب شو نسوي؟ خلنا نتركها، لا ما تتركها، تستمر بأنك تأمر وتستخدم الحوافز الإيجابية والسلبية حتى تلتزم، تستعين بالمشايخ، تسأل، يمكن في حالة خاصة يمكن عندها مشكلة. لكن اني انا اجي واغطيها او البسها بهذا الاكراه، هذا يعني ديننا ما في هذا الشيء. لكن ظني ببناتنا انهن لن يصلن الى مرحله الاكراه والاجبار، لان بناتنا اذكياء عفيفات كريمات طيبات محتشمات في اصلهن قبل ما تحجب، اصلا محتشمه. ونفسي انا ما اتكلم عن 5 6 بنات اللي بالشارع ولا بالاسواق، هذول مو بناتنا، هذول الله يهديهم، مو هذه الشريحة الأساسية في مجتمعنا. الشريحة الأساسية في مجتمعنا أنهم أصلاً يحبون الحشمة قبل الحجاب، لا يا وقت الحجاب يلبسونه، وإن شاء الله يعني ربي يهدي بنياتنا. فإذا الملخص هنا، يجب على ولي الأمر إذا البنت بلغت بعد تربية وتعليم فترة 4 5 سنين سابقة، يجب أن يأمرها بالصلاة تصلي، ويأمرها بالحجاب ويعلمها ويفهمها ويبين لها ويحفزها إلى أن تلتزم به. إن لم تفعل فعاد يعني يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يصبر عليها ولا يكرهها، يصبر عليها ولا يكرهها. زائد هذا رأيي التربوي. رأيي الفقهي قد يسمع لازم هذا الشخص يسأل مشايخ في بلده في مكانه، لأن أيضا في اختلاف في بعض الآراء والأفكار، قد يكون في منطقتهم عندهم في عرفهم أنها لا يجبرها، طبعا من غير عنف، بس يقولها ما تطلعين لما تحطين عباتك، مثل ما يصير في كثير من الأسر يتغطوا من فوق لتحت، لركبوا الطيارة قطوا كل شيء. ففي يعني هذا الشيء موجود، هذا التعامل نعم. موجود. فرأيي أننا نعد فتياتنا لهذا الاحتفال. يا بنتي يوم حجابك هذا أحلى حفلة تطيعين الله سبحانه وتعالى، أحلى حفلة وانت تطبقين أمر الله سبحانه وتعالى، أحلى حفلة وانت تتبعين زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين المؤمنات اللي سبقنك، جدتك وأمك وأهلك. فيا بنتي يا حبيبتي يا الغالية، يا بناتي كلكم بناتي، لا تتركون فرصة للشيطان أن يسترق منكم لمسة أو دمعة ممكن تنزل عند أمك أو أبوك بسبة عدم اهتمارك بما أمر الله. مو أمر أبوك، هذا أمر الله. فطيعي الله سبحانه وتعالى يا بنتي، طيعي الرسول صلى الله عليه وسلم يا بنتي، وطيعي أمك أبوك، وانت الربحانة. وعندي كتاب يا بنتي إذا تبين اقرأي، تحجبي لتزدادي جمالا اسمه، كتاب عندي أيضا أفردته لهذا الموضوع. نعم. سؤال دكتور من إحدى الأمهات، تقول لك بنتي عمرها 10 سنوات، وأي موقف أو خلاف تبدأ تصيح وتصارخ بأعلى صوت، ولا تعرف تحل المواضيع حتى البسيط منها بهدوء، لازم في إزعاج، فشنو الحل معها دكتور؟ كم 10 سنوات؟
عادة الفتيات بعد 7 سنوات يعني يدخلون في مرحلة المراهقة، وهو مرحلة التحول من البنت الصغيرة إلى البنت إن شاء الله إلى سن البلوغ، فتصاحب هذه المرحلة تغيرات انفعالية، ومن ضمنها اللي قالت الأخت الفاضلة في سؤالها. فإحنا هني إحنا عادة ماذا نصنع مع البنت اللي عندها هذا النوع من التعامل الانفعالي؟ لازم عندها تعرف 3 شروط. الشرط الأول إن هي مسؤولة عن انفعالاتها، زعلانة، معصبة، كذا على نفسها، ما يصير تحول انفعال على الآخرين. لازم فهمها، لأنك أنت متضايقة ما يصير تزعجيني وتأذيني، لأن أنت معصبة ما يصير معناته نشا. فلازم تفهم هذه مشكلة تخصك، رقم 1 لازم الكل يفهم. رقم 2 نعلمها شلون تفرغ الانفعال قبل ما تتكلم ويانا، لازم نعلمها، نعطيها الأداة علشان نقدر نحاسبها. رقم 3 نعم. تحاسب، إذا متى تأتي المحاسبة؟ رقم 3. رقم 1 لابد يكون تحاسب على شنو دكتور؟ اذا اخطات تعصب، تصرخ، ترفع صوتها، تغلط، هاي ما يصير، ما تقل ادبها، زين ما يصير. البتشي دكتور، البتشي. وحتى عادي خل تبكي، خليها ما تخلص ومكمل، يعني البكي مو مرض، خل تبكي شنو يعني، كمل وتصيح، نكمل السالفه عادي ونكمل، ما عادي يعني لا نسويها قضيه البكاء، لان البكاء اما هروب واما تعبير. ان كان هروب احنا قاعدين لك قاعدين لك، وان كان تعبير خلي تعبر. ليش تمنعون الناس من البكاء؟ خل تبكي عادي، مثل ما تضحك تبكي، مثل ما هل تضحك تبكي دكتور في في ترتعد. هل دكتور في حالات من اللي من البنات مثلا الصغار اللي يبكون وايد تستوجب حالتهم انه يقعدون مع اخصائي نفسي ولا لا؟ اذا كان شيء غير طبيعي، احنا في عندنا سلوك طبيعي مقبول، طبيعي غير مقبول، في غير طبيعي مقبول وغير طبيعي غير مقبول. الطبيعي ان الانسان يضحك، الطبيعي الانسان يبكي، الطبيعي الانسان يستحي، الطبيعي الانسان يخاف يرتعد، هذا كله طبيعي. فاذا انا متضايق طبيعي ما بيرتفع صوتي، فاسمعوني يعني، بعدين اقول ترى انت رفعت صوتك ما يصير، اسفه يا الوالده، اسفه يا الوالده، ترى انا ما كنت. فنعلمها كيف تفرغ الانفعال. رقم 1 مو مسؤوليتنا، انت متضايقه ان احنا نتضايق علشانك. رقم 2 انت يا بنتي متضايقه، سوي 1 2 3 وحطينا حلقه احنا مالت انفعالات. رقم 3 اذا ترفع صوتك على، لا اقول لها لو سمحتي قصري صوتك اول، ما راح اسمعك، ليه ردي عيدي، اعتذري او نوقف الحلقه الجلسه الان، روحي دارك لما تهدين وتصيرين جاهزه تعالي. فلما تعرف ان في ضبط، نرجع للسلطه الضابطه، في محاسبه تتعلم، وهذا تعليم. شو يقول النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. دكتور سؤال عن حلقة اليوم، هل الشجار دكتور هو أحد طرق حل المشاكل؟ خلهم يكفخون ببعضهم ولا يخلصوا يوني وقلوبهم صافية على بعض دكتور. في هناك من يرى بهذا ان جزء من مواقف الحياة المشاجرات. فاذا غلب الظن عندي كولي امر ان هذه المشاجرة لن تتعدل، رمي الاتهامات، تبادل الاتهامات او ما دون، وين اغراضي؟ ليش ما اغراضي؟ او ليش طالما انها لم تصل الى السب، تبادل السب أو تبادل الإهانة أو تبادل الضرب، فهو مقبول. فإذا المستوى الأول وما دون خلي يتعلمون، إنما السب يعني اللي ما إذا يترم دخلنا عليه القانون عادي دكتور. والشرع، النبي عليه الصلاة نعم. والسلام منع المؤمن، ما هو لا يعني لا هو بالبذيء ولا الفاحش ولا نعم اللعان نعم ولا الطعان، النبي عليه الصلاة والسلام بين. فاذا ما دون إيه؟ لان الشيء يصير، فهد اذا سمحنا لهم في البيت يسبون بعض، يضربون بعض، ايش بيسوون برا؟ أسوأ منهم. معناته عرضنا عيالنا للخطر وللضرر. ولا تزعلون لما يتذابحون بالشوارع، لان انتم السبب. فاذا الى الاتهامات مقبول، لكن اذا تخطى وقف، اوب اوب، وقف وقف وقف، تعالوا هذا خطأ شرعا ما يجوز، عرفا ما يجوز، قانونا ما يجوز، ولا احنا نسمح فيه، ولا هذه اخلاقنا. كملوا الحوار من غير ما تغلطون على بعض، تفضلوا كملوا الجلسه. ما عندنا مشكله. فاذا نعم. لا باس اذا ما دامت هي في المستوى الاول وما دون مقبوله انها تكون جزء من الخبره اللي يتعلمها، لكن المستوى الثاني والثالث اوقف، لان هذا حد خط احمر لا يصح على عندك. المستوى
اي على المستوى الثالث دكتور الضرب يصير نحط لها ضوابط دكتور. اضربوا بعض بس من غير بوكسات ومن غير شلوت ومن غير ضرب. لا تكون مطارح يعني دكتور، يطلعون طاقتهم يعني، يكون جزء من المطارح. اللعب. لا لا لحظه، اذا جزء من اللعب فيكون لعب، ما يكون مشاجره يعني مشاجره بنيه اللعب ما يجوز، لان المتشاجر هو مختلف، انا في خلاف بيني وبينك فانا بحله بالضرب، فانا بدال ما اضربك فاذا طرحتك فانا يعني موضوعي مش يعني شلون نحلها، ليس النظر لا نريد مشاجره، تبي المطارحه ممتاز، لكن خلها جزء من البرنامج الحركي من برنامج اللعب لو سمحت، وليست ما مشاجره يصير تحت رفض، بين. ما لا يصير. لا، المشاجره هي منازعه، والمنازعه منبوذه ولا نريدها في حياتنا اليوميه. سؤال دكتور يقول لك ما هي نصائحك للتعامل مع الأبناء الذكور عند البلوغ؟ افردت لذلك وقلت انا فن التعامل مع مرحله المراهقه في فصل كامل يتكلم عن هذا الامر. البلوغ وقلت قبل شويه حق البنت. اذا ما الذي امر به الله سبحانه وتعالى للبالغ من الفتيان للبلغي من الفتيان والفتيات بعد، فاستعد من قبل 4 5 سنوات، هذا اللي مطلوب. انا لا اتفاجئ ولا الولد خط الشنب ولا تغير صوته اقول له اوه ولدي خلاص الحين امتنع عن كذا ولا تفعل كذا ولا تمشي كذا ولا تصافح النساء والبنات، لبس حجابك الحين، وينك من 4 5 سنين؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال مروا ابنائكم بالصلاه لسبع سنين واضربوهم على العشر، يعني 3 سنوات دوره تدريبيه يوميه فرضيه. فاذا اهم شيء في مرحله المراهقه ان عيالنا نعدهم لما نريد منهم بعد البلوغ. نحط شنو نبي منهم بعد لما يصير عمره 14 15، نحط القائمه هذه، ندربهم على هذه القائمه مسبقا، هذه اهم نصيحه. ان حتى اذا ما وصلوا الى سن التكليف فهم جاهزين، البنت بحجابها وصلاتها والولد ايضا بادبه وبصلاته والتزامه، خلاص خلصنا ما عندنا اشكال. مرحله المراهقه مرحله جميله حلوه وهي اعداد للخروج من الطفوله الى الرجوله. فدورنا ان نعدهم لهذا اليوم. هذا باختصار شديد كنصيحة عامة في هذا المبدأ. زين طيب في تعليق دكتور ابي اخذ رايك فيه. يقول لك قد هل يكون جزء من حل للمشاجرات اللي قد تصير او هذا ان نحط آلية اذا انت معصب اللي هم سياسة الملاكمة دكتور، كيس الملاكمة هذا أيه. يروح ويفرغ فيه دكتور يطقه عادي ولا لا ولا تبعات سيئة؟ أنا قلت فهد في 3 خطوات، إن الخطوة الثانية نعلمهم كيف يفرغون الانفعالات. وجزء من وهناك تفريغ انفعالي حركي في لفظي وفي حركي. وفي الحركي أيضا ممكن يركض يجري نط حبل يضرب، ما في بأس المعلقات هذه الجلود المخصصة للضرب ما في بأس. أهم شيء عندي أن هذا البديل للتفريغ لا ينتج عنه ضرر، لا يفسد مال، لا يفسد شيء في الجسم، لا يكسر. فإذا كان لا، الذي ينتج عن هذا الفعل أنه ارتاح ممتاز، ولكم عاد إبداع وابتكار في هذا، بشرط لا يتلف مال ولا يتلف جسد أو عقل، يعني ما في ضرر علي، لكن أروح أكسر الكنبات أكسر الصحون هذا غلط، هذا مال. في ديننا الاسلامي ما يجوز اتلاف المال، في بعض الاماكن يروح يكسرون في مطعم مثلا يروح يكسر اطباق فيدفع فلوس يكسر اطباق، زي ما انت خسرت مال ما يجوز، هذولاك ما عندهم عقل خبال، انت بتصير مثلهم، احنا ناس راخين. فاذا لا باس باستخدام هذه الجلديات للضرب طالما انها لا تفسد ولا تؤذي ولا تضر. نعم. سؤال دكتور ايضا من احدى الامهات تقول لك بنتي عمرها 9 سنوات وايد تتردد وكثيرة التذمر فما الحل؟ مرارد البنات على امهاتهم هذا جزء من الميانه، وخاصه في وقت كورونا البنات قاعدين مع امهاتهم وايد. نعم. فترددها وتتذمر بنات، يعني بعد اذا البنت ما تذمرت من اللي تذمر؟ والنساء هذا جزء من سلوكهم، وهو راح يقول طيب ماذا تقصد؟ اقصد هو جزء من التقييم، الحرمه تحب تقيم، هذا نظيف، هذا مو نظيف، هذا زين، هذا مو زين، عينها الحرمه النساء عندهم دقه في الملاحظه يشوفون الاشياء. فجزء من التقييم هو لا انت قلتي شيء، لا هذا الكلام قلتي مو صحيح، انت ليش انت قلتي كذا، لا انت قلتي لي كذا، انت ما قلتي، هذا المرادد.
او تذمر الوضع مو زين، ما طلعتنا مي حلوه، خطتكم مرتبه، هذا جزء من التقييم. فما المطلوب هنا؟ لما تكون عندي بنت ذكيه ترادد وذكيه تتذمر، اذا هني نقول تعال لحظه، انت ذكيه وراقيه وما شاء الله، بس انت قاعد تمارسين ذكاءك غلط. انا ما عندي مانع بالانتقاد بس بطريقه 1 2 3، انا ما عندي مانع تعلين رايك بس بطريقه 1 2 3، انا ما عندي مانع نتحاور مع بعض بس لما انا اتكلم ما تقاطعيني لان خلصت، تعالي انا اسمعك ولا قاطعش انا تخلصين. فيصير في تنظيم لهذا اللقاء والحوار. لكن يا امي استثمري هذه البنت، البنت هذه عندها ذكاء، عندها قوه ملاحظه، عندها تقييم، فنستخدم استخدام جميل، خاصه احنا الله يعني يعيننا ويعين هذا الزمن، يعني زمن ما شغل يعيننا فيه هذا الزمن، ما عاد في تربيه الا في البيت، مدارس ما فيها تربيه الا يعني ما ندر، يعني ما ندر في تعليم بس ما في تربيه. ولهذا عيالنا محتاجين هذه المهارات الحياتيه الجميله، وهي كلها كانت في حياه الرسول محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، بس احنا مقصرين في تعليم عيالنا هذا الامر. فبالتالي نحدد اليه في التعامل مع المواقف ونعلمها. والبنت لما تتردد ولما تتذمر يا ام عبد الله حقريها، صدي عنها، ما راح اسمعك، قولي اللي تقولينه. طيب متى تسمعيني؟ لما تسوين 1 2 3 خلصنا. دكتور سؤال يقول لك كيف أتأكد أن القرارات المصيرية صحيحة ولن أندم عليها مستقبلا مع تغيرات الحياة؟ ما في، الحياة مجازفة ومغامرة، ما في أحد يقدر يقول أن هذه الفكرة وهذا الهدف بعد 10 سنوات سيحقق كذا. أنا لو أقول لك إيش كثر أكو إخفاقات أنا وياكم الحين بحياتي ما تصدق، أبكتني ولكنها علمتني. لكن إحنا شو نسوي؟ ندرس دائما. شلون اعرف ان هذه الاهداف المصيريه او القرارات سليمه؟ اذا تطابقت مع اهدافي. انا عندي رؤيه وعندي رساله وعندي هدف بعيد المدى، وبعدين لما اتخذت قرار يوصلني هذا القرار لتحقيق هذا الهدف البعيد، اذا هو سليم. تبقى خطه التنفيذ، اثناء التنفيذ ما صار، درست وجبت 4 نقاط في الجامعه، تقدمت على البعثات ما جبت الاختبار مال الانجليزي، او ما حصلت على قبول في الجامعات اللي بالدوله اللي انا بيها، أو ما نزلت بعثات. هل هذا القرار اللي أنا اتخذته خطأ؟ لم يكن خطأ، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يحول بيني وبين ما أحقق، إذا أشوف لمسار آخر. فإذا كيف أتأكد؟ أول شيء يكون عندي رؤية ورسالة وأهداف كبيرة، ثم أتأكد من القرار إذا كان مطابقا لخطوات تحقيق أهدافي ورسالتي ورؤيتي، إذا هو سليم. يبقى يتحقق أو لا يتحقق هذا أمر الله سبحانه وتعالى، بعد بذل الأسباب نرجو ان الله سبحانه وتعالى يحقق لنا ما نريد. يعني على سبيل المثال انا من اهدافي او الهدف الرئيس في حياتي ثويني في كل بيت، الناس يعرفون، الناس حفظوها. والان التطبيق من 28 فبراير لما نزلت تطبيق الحقوني، وامس الحمد لله يعني اكتمل بشكل الاولي، هذا جزء من خطتي، قد يمكن ما يشترك فيه الا 1000 2000 3، لكن الحمد لله. الكتاب الفلاني جاب لي 1000 أسرة، الشريط الفلاني جاب لي 2000 أسرة، تطبيق الحقوني جاب لي 4 5000 أسرة، لعبة ألعاب جامد جابت لي 4 5000 أسرة، الدورات شركة ثويني للتدريب جابت لي 20 ألف أسرة. فإذا أنا لابد أني أتحرك. في النهاية كل هذه القرارات تصب في الهدف البعيد اللي أنا حاطه. فإذا باختصار شديد أننا نطابق بين الرؤية والرسالة والأهداف الكبيرة والقرار، إذا كان يؤدي انطلقوا على بركة الله، نستخير ننطلق بإذن الله. دكتور، في تكتيك يمارسونه يعني غالب، ما راح نقول لكن كثير من الأمهات، اللي هو أن يصورون لأبنائهم أن طفولتهم كانت خالية من المشاكل، خصوصا في حال وقوع الأبناء فيها دكتور والمشاجرات، وتكون محل المقارنة ما بين الأسرتين. فهل هذا الأسلوب صحيح ولا لا؟ ممكن تعيد السؤال مرة ثانية لو سمحت، في معلومة إن الأمهات دكتور إن الأمهات يصورون لأبنائهم أن طفولتهم كانت خالية أو قليلة جدا من المشاكل والمشاجرات، وتكون هذه محل للمقارنة ما بين أسرهم هم أسر الأبناء يعني. فهل هذا الأسلوب صحيح؟ وضحت الآن الصورة. أن نعلن كيف كانت حياتنا قبل، هذا ما في بأس.
لكن ان لان احنا ما مرينا في 1 2 3 فبالتالي يجب ان لا تمر ب 1 2، هذا خطأ. فاذا اني اشهر وافتخر في حياتي وتفاصيلها هذا من حقي، بل جميل اني انا ابين حق عيالي هذا الشيء، لكن ليس بالضروره ان تكون حياتهم نفس حياتنا، لان احنا مو هم ولا هم احنا، احنا غيرهم غير، ظروفنا غير وظروفهم غير، امكانياتهم غير امكانياتنا غير. فبالتالي ندعوهم الى اتباع القدوه النبي عليه الصلاه والسلام ومن تبعه ان كنا احنا منهم، لكن لا نقارن ترى احنا احسن منكم او افضل منكم او ازين منكم، لا ما في احد ازين من احد، لكن احنا حاولنا نسوي الصح يا عيالي، حاولوا تسوون الصح كذي صح. خلاص؟ اذا اقارن نفسي واجوائي بالصواب، واقارن جو عيالي بالصواب كذي صح. بس مو فينا احنا. تمام. سؤال دكتور يقول لك كيف اعلم، بس طول بالك يعني. سؤال يقول كيف اعلم ولدي عمره 16 سنه شلون اعلمه عن البلوغ والطهاره؟ للاسف الاب غير متعاون بالتربيه. 16 سنه لا بتعلم ايش يسوي في المراهقه؟ حق البلوغ؟ ايه لا هذا صار له سنتين 3 سنين بالغ دكتور. على الاقل. هذا موضوع خطر، هذا خطر. والاب مو قايم بدوره، ففي اهمال في الاسره في هذا الجانب. الله يعني يعينكم ان شاء الله وياجركم على وقتكم. والولد صار عمره 16 سنه وما يعرف شو يسوي، الام توهقه. هذا يحتاج الى يعني ممكن تقعدين مع اخو واحد من اخوانك، واحد من خواله، وتقولين بصراحه ترى الولد 1 2 3 لا يعرف يحلق، لا يعرف شنو يعني بلوغ، لا يعرف يطهر، ابوه ما علمه، في ظرف عندنا كذا، لو سمحت اقعد معه، وتنتهي السالفه. يعني لابد انه يعني لازم يتعلم، بس لازم احد يعلمه من الرجال. وانا ما اعرف شنو ايش كثر يعرف الولد، ايش كثر ما يعرف، يعرف غلط ولا يعرف صح، لان في النهايه 16 سنه ريال. فانا انصح الاخت تشوف واحد من اخوانها خواله او واحد من عمامه الاقرب له، يقعد معاه وسهل ان شاء الله يثقفه ويعلمه وينوره، وراح تمشي حياته ان شاء الله بسلام وامان باذن الله سبحانه وتعالى. دكتور سؤال يقول لك ليش ما قاعد تطلع على القنوات الفضائيه؟ ليش على اللايف بالانستغرام؟ ما يبوننا فضائيات، ما يبون اللي ما يبون الصهاينه. لان احنا نعلم الناس، كل واحد يحط له حصات ويستعد حق فلش راس الصهاينه. مو امك تسبها ولا ابوك تسبها ولا اخوانك تسبهم ولا ربعك تسب المسلم، لا لا، الصهاينه فقط. احنا ما نتكلم عن النصارى، عن يهود، عن، نتكلم بس الصهاينه المغتصبين لارضنا فلسطين المحتله اللي مغتصبين الاقصى. احنا لان نقول حق الناس الصح انك انت تستعد حق هذا اليوم، انك تعلم الصهيوني ان انت غير مقبول، انت مرفوض، انت مجرم، انت مغتصب، انت مؤذي. ما يبون نقول هالكلام، فضائيات ما ينادوننا لان ما يبون الحق. وانا اقول لكم ابنائي وبناتي كل واحد فيكم يتعلم، يحط له حصات ويحطها بكيس مخمل نفس هذا، انا حاط حق نفسي، واعتبروها هذه عده جهات. انكم تجاهدون الصهاينه تدافعون عن نفسكم، هذه انا حاطها واحدث نفسي. لما نعلم عيالنا هالشكل يقول لك ليش انتم تعلمونهم العنف؟ يا سلام، هذا عنف؟ والصهيوني المجرم اللي محتل فلسطين كلها واغتصب النساء وسجن الرجال وعطل البنين والبنات، وهذا مو وهذا وهذا يعني مثلا شنو نسميه؟ لطف؟ نسميه رفق؟ نسميه لين؟ نفس اجرام الاجرام اللي صار في الجزائريين، والاجرام اللي صار في الليبيين، والاجرام اللي صار في المصريين، واللي في اللي صار الان، واللي في الروهنجا، واللي في افغانستان، واللي في العراق، واللي في لبنان، واللي في اليمن، واللي في سوريا، هذا كله شو نسميه؟ انا لما اقول حق الناس علموا عيالكم ان الصهاينه اعدائنا، لا هذا مش هذا مصيبه. لما نعلمهم ايات ما فهد قنوات فضائيه ما يبي تقول الله قال، ما يصير. لا تقولهم قران، لا تقولهم حديث النبي عليه الصلاه والسلام، هذا ممنوع. لا المساجد ما يصير تقولهم مساجد بس صلوا اطلع. ما يبوننا بالفضائيات، مو انا اللي ما ابيك. يلا خلينا نشوف الحين الفضائيات، طبعا مش اي فضائيه، الفضائيه معتبره. يعني ما يصير فهد انت قولي انت ترضى اني انا اطلع في قناه في نص البرنامج وانا اقول قال الله سبحانه وتعالى وقال النبي عليه الصلاه والسلام، يحطون اغنيه في النص؟ لا انت ترضى؟ طيب وانا اعلم البنات، يا بناتي البسوا حجابكم، تسترنا تحشمنا، ويحطوا لك دعايه واحده مفصخه
ماسكه سيجاره على سياره، ترضى انت تشوف الدعايه عقب ما نتكلم؟ لا طبعا. طيب اذا انا لا اقبل على نفسي ولا اقبل على ابنائي وعلى بناتي، اذا هذه ولا كلموني قنوات يبوني حصري عليهم، لا حصري حصري. قلت من انت حتى تحصرني عليك؟ انا انسان مش حيوان، انا انسان حر طليق، الله سبحانه وتعالى متعني بالحريه، تجي انت تحصرني عليك؟ قول احنا نريدك انت لقناتنا بس. قلت اسمع، انا لا يحبسني احد ولا يحصرني احد، وخلي فلوسك عقد، السلام عليكم السلام. اذا في قناه معتبره تخاف الله وتخاف وتحب النبي عليه الصلاه والسلام تنادينا، انا حاضر، انا الحين على الهواء اعلن احنا انا نجيب حاضر. لك يبقى دكتور القناة لي لايفك نجيبهم لي عندك. حاضر بس انا عشان الناس لا تزعل، انا ما اظهر على القنوات اذا كانت لا تلتزم بما امر الله سبحانه وتعالى وامر النبي عليه الصلاه والسلام. الله مغنينا عنهم، روح ما نبيهم، لكن الصهاينه ترى جايينكم جايينكم، اذا احنا رحنا غدينا عيالنا جايينكم جايينكم. وديروا شوف لحظه فيه، لحظه شوي. واما اللي يدندن ويطبل ويزمر حق الصهاينه من العرب وغير العرب، وين بتروحون؟ صدق انا ما اقدر اسوي لكم شيء. تملكون المحاكم، تملكون المفاتيح مالت الزنازين والسجون، تملكون احبال المشانق، بس في النهايه انا املك حبي حق ربي واملك ايماني مع ربي، ما انا ما فبالتالي نصيحه لكل مسؤول في كل دوله عربيه واسلاميه، عيالنا امانه برقابكم، واول عدو الصهاينه فكوا دينكم عن دينهم ولا تحطونها بياهم، ترى هذه نبته خبيثه وضعت زرعت في وطننا العربي الاسلامي الطيب حتى يفسدون علينا حياتنا، لن نسمح لهم لو مهما صار لن نسمح لهم. فعيالي كل واحد فيكم يحدث نفسه يقول ان شاء الله راح اكون انا من سيحرر الاقصى باذن الله عز وجل. عطنا اللي بعده. امين يا رب. نختم بهذا السؤال دكتور، هل يلا. صحيح ان المشاجرات والمشاكل تكون شخصية الابن وتقويها فلازم يخوض منها يعني؟ غير صحيح. جزء ها؟ لا غير صحيح، غير نهائيا غير صحيح. ارفضوا ارفضوا رفضا قطعيا باتا مفهوم ان المشاجرات بمعنى تبادل الضرب، بمعنى تبادل الشتم، بمعنى تبادل الاتهامات يقوي الشخصية، بل يفسد الشخصية، بل يفسد الشخصية، بل يفسد الشخصية. اللي قوي التدريب، ايه اللي قوي التدريب، طلعه على الخيل، طلعه خليه يمسك سلاح، خله يرمي، خله يتعافر، خله يتصارع، خله يجري، خله ينط، خله يسبح، خله يتقوى، خله يعمل تمارين هذه وتدريب. احط اثنين مع بعض يتسايفون، يتناظرون بالمناظره كما كان عليه الصلاه والسلام يشهد الصحابه، يجري يدخل في السباقات المشروعه، مش سباقات اللي كل بنيه راس عمرها والولد راس عمره يركضون مع بعض هاي هاي، هذا فساد وافساد ولا على واكبرها واسمنها قاعدين يصفقون. مالت عليك انت ومع اللي حطك على هالكرسي. اللي تخلط البنيات مع البنين والبنات وتفسخهم تركضهم بالشوارع، وبعض البنوك المجرمه اصر اكررها، البنوك المجرمه تسوي مهرجانات وسباقات خلط بين البنين والبنات، يحطون عشرات الالاف من الدنانير يزيغون عقول البنين والبنات ويركضونهم مع بعض. فش تشوف 60 70 80 بنت كريمه من عائله طيبه لابسه المرصوص ولابسه اللازق وتركض لي في الشارع ولا راكبه دراجه قدام الاوادم. مو عيب عليكم، فسختوا البنات، فسختوا الصبيان، زيختوا عقولهم، زيختوا قلوب البنين والبنات، وتقولون ايش في المجتمع خربان؟ من الخراب جاي منك انت. وين مسؤوليتك؟ فهذه البنوك المجرمه التي تعامل، طبعا ما استغرب بنك يحارب الله بالربا، يهمه بنتي وبنتك؟ لا، يهمه البيزات، يهمه انك تشترك وتحط حسابك عنده ويسوي لك مهرجان جري، مهرجان مدري شنو، خرابيط عشان يزيغون البنين والبنات فيضعفون. ايش قاعد يسوون فينا يا فهد؟ ابنائي بناتي ديري بالكم، الصهاينه رقم واحد، رقم اثنين المسابقات والبرامج اللي فلوس ونعطيكم ونزينكم، كله دجل بدجل، ما في الا شيء واحد زين، الزين واحد عمره ما يتغير، والحق واحد عمره ما يتغير، والصواب واحد واحد عمره ما يتغير، كان وما زال وسيستمر الى يوم الدين ما أمر الله وما أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم
هو الزين، هو الصح، هو الصواب، هو البلسم. اما غيره لا ثويني ولا غيره، اللي قالها الله وترجمها النبي عليه الصلاه والسلام ونقلوه لنا الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم هو الصواب. فبناتي ابنائي الزموا رجول امهاتكم، الزموا رجول ابهاتكم واسمعوهم. يا بنيتي تحجبي، يا وليدي صلوا، يا بنيتي صلي وقولوا يا الله. اما اللي قاعد يصير وما بيتكلم تفاصيل اكثر، يا ويلهم يا ويلهم يا ويلهم من الله. احنا ما نقدر، ملخص ما بي ما نقدر نسوي شيء فهد، بس وين ملخص حلقتنا، ملخصها دكتور. خليك خلص الوقت، تجاوزنا الوقت. والله كيفك عاد، تتجاوز الوقت ما تجاوز هذا كيفك، بس انت تسالني سؤال وانا بجاوب، ما قلت شيء. ملخص انا سالك سؤال على المشاجرات، ما شلون رحنا هناك. اسمع انا اقول لك ليش، لان الناس فيها ضيم، الناس فيها ضيم، يبون الدعاره لبيوتنا. تبينا نسكت؟ فرق كوريه وفرق ما ادري شنو، لو طالع لك فلان اي فرقه تختارون؟ الله يخزيك، الله يخزيك، الله يخزيك. ملخص حلقتنا اليوم لا للمشاجره، بس خلاص ما يزايد. حاضر، ما راح تجادل خلاص. عنوان لا للمشاجرات، لا للمشاجرات، بس خلاص. عنوان حلقتنا القادمه دكتور، مهمل مع مرتبه الشرف. بعد مو انت، مو انت من صفعه لصفعه. بعد شو يا فهد، مو انت يا ولدي يا حبيبي، مو انت. عنوان الحلقه القادمه مهمل مع مرتبه الشرف، بس ما راح نتكلم. الحمد لله، لا نتكلم عن حكام، لا نتكلم عن وزراء، لا نتكلم عن قضاه، ما نبي نتكلم عن مسؤولين، بنتكلم عن عيالنا، بنياتنا وبناتنا. بس اذا حد سال بجاوب. هذا عنوان حلقتنا القادمه ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. عنوان ان شاء الله الحلقه القادمه راح تكون يوم الاحد الساعه 8:45 دقيقه بتوقيت مكه المكرمه باذن الله. عندك اي شيء ثاني تبي تضيفه دكتور؟ تبي نبدا من جديد نجاوب على الاسئله اللي ما جاوبنا عليها ولا؟ والله اذا ودك انا حاضر. لا لا، شكرا 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 يا فهد. نشكر الله سبحانه وتعالى على فضله ومنه وكرمه علينا. ثم يعني ما عليه، تحملوني يا ابنائي بناتي اخواني اخواتي ابائي امهاتي، تحملوني. احنا حريصين ونوصل الكلمه، نرجو من الله سبحانه وتعالى تبلغ القلوب والعقول ويهدينا جميعا الى الصواب، ونكون ان شاء الله جميعا من الرابحين ومن ان شاء الله المفلحين في الدنيا والاخره. وشكرا لك يا فهد، وهذه تحيه فريق ابتسم. الى ان نلقاكم على خير ومحبه، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.